طبعاً أوقاتكم بكل خير مشاهدي قناتي الشرقية والشرقية نيوز، أهلا بكم إلى الحصار يرافقكم فيه هذه الليلة مظفر قاسم وميادة عبده. حياكم الله مشاهدينا إلى عناوين الحصاد. أويلي عليك يا با، أويلي عليكم يا با، أويلي عليكم يا با. الميليشيات تستبيح ناحية بهرز وتعدم 40 شخصا أمام الناس، والاغتيالات تلاحق المحافظ وممثلي ديالى في البرلمان. استقالات جماعية من مفوضية الانتخابات احتجاجا على تنازع التشريعية والتنفيذية، وكتاب من البرلمان يقول الاستبعاد ليس بيد القضاء. الحادث في بغداد والقضاء هو الذي يتخذ قراره كيف يتعامل معها، اما نقل القضية على اساس. بيان شديد اللهجة لرئاسة كردستان يقول تصريحات رئيس الوزراء غريبة وغير لائقة، والمالكي يرد المجرم سيحاكم في بغداد. ساعة من الاشتباكات العنيفة في الفلوجة بعد محاولة الجيش الاقتحام من جهة السجر، والمدفعية الثقيلة تمطر الضباط والجولان والجريسي بقنابلها. قبل شهر من انتخابات البرلمان، أحياء الفقراء في قضاء الشطرة بذقار تتحول إلى قبلة للمرشحين الطامحين بالفوز. أهلا بكم إلى تفاصيل حصار هذه الليلة. سجلت ناحية بهرز في محافظة ديالى خلال الساعات 48 الماضية أبشع مذبحة ترتكب بحق الإنسانية، بعد استباحة مساجدها ومنازلها من قبل ميليشيات متنفذة ومعروفة الانتماء نفذت جرائمها في وضح النهار، وسط عز من قبل السلطات الأمنية في مواجهة تلك العصابات. ونفذت الميليشيات التي دخلت بهرز عمليات إعدام جماعية، الأمر الذي أثار حالا من الفزع والرعب بين من بقي في الناحية. وأظهرت صور من بهرز جثثا لشهداء مغدورين تم إعدامهم من قبل الميليشيات ورميهم في الشوارع، حيث يتعذر على شرقي نيوز إظهار الصور كاملة لما تحتويه من مناظر بشعة وآثار للتعذيب وإطلاقات نارية على رؤوس وصدور الضحايا. حد كريم لك نجاح. أويلي عليك يا با، أويلي عليكم يا با، أويلي عليكم يا با. لك تعالك بابا، لك تعالك بابا وياه يا با. حد كريم لك نجاح حصار. وتحولت ناحية بهرز إلى أشبه بمدينة أشباح بعد فرار سكانها سيرا على الأقدام إلى المناطق المجاورة هربا من بطش الميليشيات التي نفذت عشرات عمليات الإعدام والحرق لمنازل ومحال ومساجد وفق شهادات أهالي الناحية. وأطلق أهالي بهرز ممن بقوا داخل الناحية نداءات استغاثة عاجلة للحكومة العراقية للتدخل من أجل إنقاذهم وإخراج تلك الميليشيات، كما تدخلت قبل أيام وأرسلت أفواجا عسكرية لإخراج المسلحين منها. أخي العوائد كلها نسحب ميليشيات دخلت كتلة يعني جينا 14 أو 30 واحد مغدورين غدر قتل، فمنعوا بين اللي دخل، دخلوا مدنيين ويا يبنون القوات الأمنية. والعوائل اللي الضحايا اللي انقتلوا ما لهم طلب اي جهه فكان يبوها زاري وقتات عمودين ما مستقر ابد. العوائل كلها نجحت وما حد يبقى بهرز. حلول احنا نريد هي الحكومه اللي تشوف لنا حل، ما حد يلزمها اذا مو الحكومه تجي هي تجيبون لنا فوز ونحن طالبنا بضباط وما تدرين يلزمون بهرز. فاتت عمليه صارت تقريبا 5 ايام نزوح يعني اذا دخلونا بالتليفون طلعوا يخوفون العوائل بان يابا الاشياء طبعا عليكم ندبحكم. وصلوا بذبحه عوائل، احنا جينا الصبح خبرنا الصبح العوائل تكون كل شيء كل منطقه امنه ويرجعوا من جينا فتشنا لقينا جوامع محروقه بيوت مهدمه مبيوق يعني باقيين المحلات سارقيها كلها البيوت سارقيها سيارات يعني طلعوها من الجراج سرقوها سرق واخذوها الغير دخلت الغير المنطقه بنفس الجياله.
وأظهرت صور التقطها ناشطون في ناحية بهرز آثار الدمار والخراب الذي لحق بجامع بهرز الكبير بعد حرقه من قبل أفراد الميليشيات انتشروا بشكل مفاجئ في شوارع الناحية. وتظهر الصور مدى الدمار الذي لحق بمكتبة الجامع الذي يعد من أقدم الجوامع في بهرز في وقت خلت فيه الناحية من أي أثر لسكانها وتحولت إلى أشبه بمدينة أشباح نتيجة موجة النزوح الكبرى التي شهدتها على مدى الساعات 48 الماضية. أمريكان أمريكان مدارسه ما طبوله. هذا منبر رسول الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. من الشاد دخلت كتلة يعني جينا 14 أو 30 واحد مقدورين غدا القتل فمن عضين لدخل دخلوا مدنيين ويقولوا لقوات الأمنية والعوائل اللي الضحايا اللي قتلوا ما هم طلب أي شيء فكان يقول جاري مختار عمودين ما مستقر على العوائل كلها نجحت وما حد يبقى قبله نبقى في محافظة ديالى حيث نجى النائبان في البرلمان العراقي عن محافظة ديالى سليم الجبوري ورعد الدهلكي من محاولة اغتيال إثر انفجار عبوة ناسفة على موكبهما بمحافظة ديالى التي تشهد حالة استنفار قصوى بعد انتشار عناصر ميليشيات بمركز المدينة والأقضية والنواحي التابعة لها. مصادر أمنية قالت إن عبوة ناسفة انفجرت على موكب الجبوري والدهلكي أثناء عودته من ناحية بهرز بالقرب من سيطرة الغالبية عند مدخل مدينة بعقوبة ما أدى إلى سقوط 4 شهداء وإصابة 2 من حماية النائبين إلى جانب أضرار بالغة بعجلات الموكب. كما نجا محافظ ديالى عامر الجمع من محاولة اغتيال أثناء توجهه إلى ناحية بهرز التي تعيش مذبحة جريدة بعد إطلاق النار عليه من قبل عناصر الميليشيات منعته من الوصول إلى الناحية. المجمع قال في اتصال مع شرق نيوز إن مجاميع مسلحة تنتمي إلى ميليشيات متنفذة في المحافظة اعترضت موكبه لدى خروجه من بعقوبة باتجاه بهرز وأطلقت النار بكثافة على موكبه وأجبرته على العودة. وقال المجمع بأن الميليشيات تسيطر بشكل كامل على ناحية بهرز وأن قوات الأمن العراقية عاجزة عن مواجهة تلك المجاميع الخارجة عن القانون. إن القوات الأمنية باتت عاجزة وفشلت في الحفاظ على أرواح الأبرياء وتكرار حالات التوتر والانهيار الأمني في عدد من مناطق محافظة ديالى. إن ظاهرة انتشار الميليشيات في محافظة ديالى أصبحت حالة مألوفة وبعلم وأمام أنظار الأجهزة الأمنية. ثالثا عدم تنفيذ الوعود والقرارات التي اتخذتها القيادات الأمنية وخلية الأزمة خلال اليومين السابقين ومنها تغيير قوات سوات بضباط ومنتسبين من أهالي بهرز. وعليه ندعو السيد القائد العام للقوات المسلحة للتدخل الشخصي والعاجل فورا لوضع حد لهذا الانهيار واستمرار التجاوزات والخروقات الأمنية المتكررة في عدد من مناطق ومدن ديالى. ونطالب بالتحقيق العاجل لمحاسبة المقصرين وتعويض المتضررين عما أصابهم جراء العمليات القتل والتهجير والسرقة. عند ذهابي إلى ناحية بهرز من مشاهدة ما عملت الميليشيات من قتل وتهجير في أهالي بهرز تعرضت إلى محاولة اغتيال والحمد لله بعض الجرحى من الحماية والموضوع بسلام. اليوم المساجد تحرق، اليوم الميليشيات تصوب وتجول أمام الأنظار الأمنية، نقول لهم هؤلاء الميليشيات تقول لا هذه استخبارات، هذا العمل غير منطقي ولن نقبل به وسنعلن استقالتنا في حال عدم تحقيق مطالب أهلنا في بهرز وفي كافة محافظات وفي كافة الشرائح والأديان. الميليشيات تأتي بزي عسكري وتدخل مع الأجهزة الأمنية، نقول لهم هؤلاء يقول لا هاي استخبارات وهذا غير كلام غير منطقي. نحن نحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية هذه الخروقات يا أما أن تكون أو لا تكون. نحن لا نسمي أحد الميليشيات لها وجه واحد بكافة طوائفها
أي واحد يحمل السلاح خارج القانون هو ميليشيات، سواء قاعدة أو ميليشيات أو أي شيء آخر. الوقوف على ما يجري في بهرز وعلى هذه المذبحة، نتصل بالسيد معنا السيد عبد الله الحيالي قائم مقام بعقوبة. مرحبا بك سيد عبد الله الحيالي للحصاد. يعني ما الذي يجري في بهرز؟ الناس يريدون أن يعرفون، الشارع العراقي يريد أن يعرف تحديدا ما الذي يجري، كيف دخلت هذه الميليشيات، من هذه الميليشيات، ضعنا في الصورة حقيقة، تفضل. تحية لك ولمشاهدي قناة الشرقية. الحقيقة طالبنا يوم أمس الأجهزة الأمنية بإخراج قوات سوات من مدينة بهرز من بنكوبة، لكن لم نجد أذن صاغية لهذا الموضوع، وعاودت هذه الميليشيات بإعدام 5 أشخاص من أهالي بهرز على مرأة ومسمع من الأجهزة الأمنية الموجودة هناك وأهالي بهرز بدم بارد. هؤلاء الأشخاص أثناء خروجهم من دارهم أنزلوهم من سيارتهم التي تقلهم وعدموهم أمام الناس. الحقيقة وصلتنا رجاءات استغاثة أنا والسيد المحافظ وبعض أعضاء مجلس محافظة الديالة من أهالي الناحية، توجهنا لتلبية نداء الاستغاثة وتخليصهم من هذه الميليشيات والقوات المتواجدة، لكن فوجئنا عند مدخل المدينة بوجود أشخاص يرتدون زي حكومي وجزء الشرطة معهم ضابط، منعونا من الدخول إلى مدينة بهرز واعترضونا، ومن ثم واجهونا بورب من الرصاص على موقف السيد المحافظ والسيارات التي نقلها، وأدى هذا الحادث إلى جرى عدد من الحمايات، ومن ثم رجعنا إلى ساحة المحافظة. الحقيقة نرى هذا الإصرار والتكرار له مخططات ومدى بعيد ورؤية بعيدة. الحقيقة بعد ذلك تم سحب هذه القوات من المدينة ونشر قوات من الجيش لحماية أمن المدينة، وتم توجيه نداء من قبلنا إلى العوائل بالعودة إلى هذه المدينة، وإن شاء الله يوم أمس سوف تباشر الدوائر الخدمية بتقديم الخدمات للمواطنين وعودة الحياة إلى هذه المدينة. ماذا تعني يوم أمس ستباشر؟ هل تعني يوم غد ستباشر؟ نعم يوم غد إن شاء الله سوف تباشر. طيب حدثنا عن هذه، حدثنا لديك معلومات يعني حرق الجوامع، حرق المساجد وحرق المحال التجارية وهذه حالات الإعدام في الشوارع، أكثر من 39 شخصا قد أعدموا في الشارع هكذا أمام الناس، من المسؤول عن ذلك؟ هذه الميليشيات كم عددهم؟ من أين دخلوا؟ ماذا يرتدون؟ يعني ألا تعلم إلى من ينتمون مثلا؟ هل لديكم معلومات؟ يوم الأحد وأعدم الناس يوم الأحد مساء، ودخلت هذه الميليشيات لمساندة أجهزة الشرطة الموجودة، دخلت وبمقدمة قوات سوات وأعدمت هؤلاء الناس العزل الذين بقوا في منازلهم لحماية منازلهم، وحرقت 4 جوامع موجودة، وكذلك نهب عدد من السيارات وأموال المواطنين ونهب المحلات الموجودة، وكذلك سرقت أكثر من 30 سيارة وإعدام 40 شخص في منازلهم بعد جمعهم. طيب يعني تتحدث سيد عبد الله عن مساندة قوات السوات والقوات الأمنية والشرطة لدخول هذه الميليشيات، يعني هذا حديث خطير جدا، يعني هناك اتهام واضح للقوات الأمنية بتنفيذ عمليات عبر الميليشيات، يعني دعني أستفسر منك من هذه النقطة، هل أنت متأكد من هذه المعلومات بداية؟ ثانيا هناك اليوم وساطة هذه الروايات عن طريق الناس الأهالي المتواجدين، وهذه الميليشيات دخلت وهناك وثائق تثبت ذلك، حتى الكاميرات المنصوبة خاصة بناية المحافظة قد صورت هذه الميليشيات في سيارات مدنية وهي تتوجه إلى ناحية بهرز، وكيف فتح لها الطريق. بات المواطن الآن في محافظة ديالى في قضاء بعقوبة يتهم من الأجهزة الأمنية وبالأخص أجهزة الشرطة أكثر ما من الجهات المسلحة الأخرى، فقد الثقة في جهاز الشرطة المتواجد، وذلك لعدم هذه جهاز الشرطة. هناك الآن سيد عبد الله وساطة وعد قياديتي في التعامل مع المواطنين. هناك أنباء عن وساطة يجريها قائد القوات البرية علي غيدان وكذلك قائد عمليات دجلة لتهدئة الموقف واحتواء الموقف أمنيا، ما مدى يعني دقة هذه المعلومات وكيف سيكون تفاعل المواطنين داخل ديالى لهذه المجهودات؟ نحن نثني على مبادرة السيد قائد القوات البرية على هذه المبادرة،
ونزع فتيل الأزمة، لأن الشارع في جالة متوتر جدا على هذه الأعمال التي جرت، والتي الحقيقة أدت إلى مقتل العديد من المواطنين، وامتدت إلى مناطق مجاورة خشية المواطنين، وهناك عوائل كثيرة من منطقة التحرير المحاذية لناحية بورز قد نزحت أيضا من هذه المناطق خوفا من اجتياحها من قبل الناس المسلحين.